السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، أو من فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. مقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 24 أغسطس 2019. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16 جنيه و56 قرش. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان 16 جنيه و55 قرش. سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 16 جنيه و54 قرش. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد والبنك المركزي المصري 16 جنيه و53 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 16 جنيه و52 قرش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 18 جنيه و25 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و14 قرش، سعر الدينار الكويتي 54 جنيه و30 قرش، سعر الريال السعودي 4 جنيه و40 قرش، سعر الريال القطري 4 جنيه و27 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و49 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.